مشاهدين الكرام، أهلا بكم في برنامج السيادة، معي أنا محمد العروسي على قناة برايم ميديا. كل اثنين نتطرق خلال البرنامج بالتفاصيل إلى أهم القضايا الإثيوبية والإقليمية والدولية، سياسة واقتصادا وتاريخا وجغرافيا. تابعونا وشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم وملاحظاتكم عبر المنصات التالية أيضا. سد النهضة هو ثمرة التطلعات الإثيوبية نحو مستقبل زاهر يحقق التنمية والازدهار والرخاء لإثيوبيا ولدول الجوار. تم تشييد سد النهضة ووضع حجر الأساس له والبدء في تشييده بأموال الشعب الإثيوبي في 2 إبريل عام 2011 على نهر النيل الأزرق. ويعد الهدف الأساسي من هذا المشروع تنمويا بالدرجة الأولى، حيث أن أكثر من 50 مليون نسمة من الشعب الإثيوبي يعيشون بلا طاقة كهربائية ويعتمدون في حياتهم اليومية على الطاقة البدائية كالاحتطاب وسواه. ونظرا للحاجة الماسة إلى الطاقة، اتجهت إثيوبيا إلى الاستفادة المشروعة من مواردها المائية، إذ تنبع النسبة الكبرى والتي تقدر ب85% من مياه النيل من إثيوبيا. ورغم هذه الكميات الهائلة التي تنبع منها، إلا أنها ظلت لعقود من الزمن محرومة من الاستفادة من هذه الموارد نظرا للأدوار الإقليمية التي لعبتها بعض دول الجوار. سنتطرق في الحلقات القادمة إلى هذه الأدوار بتفاصيلها، إلا أنه من الضرورة بمكان أن نلقي بظلال هذه الأزمة ونشأتها ليدرك المشاهد الكريم حقيقة ما يجري بشأن سد النهضة. ولطالما كانت الحقائق بشأنه مغيبة تماماً، ويبدو أن القاهرة قد استغلت هذا الغياب الإثيوبي عن المشاهد الإعلامية في ترسيخ معتقداتها وإرادتها في أذهان المتابعين لتطورات الملف على كافة الأصعدة. ولنتابع سويا كيف هي الرؤية الإثيوبية لسد النهضة مقارنة مع رؤية وتعاطي القاهرة مع هذا الملف. أولاً، إثيوبيا ترى بأنه من حقها بناء السدود على ما تحت سيادتها من أنهار جارية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح ومخاوف دول الجوار. وفي المقابل ترى القاهرة بأن نهر النيل ملكية مطلقة لها، فحتى وإن لم تصرح بذلك رسميا، إلا أنها تجسد هذه الرؤية من خلال الحكم لنفسها من تلقاء نفسها بالحصة الأكبر من مياه النيل، ذلك دون أن ترجع إلى دولة المنبع. ولا زالت تذكر إلى اليوم في بعض وسائل إعلامها بأنها لا تسمح بأن تنقص من حصتها قطرة من مياه النيل. وهنا تطرح تلك التساؤلات الثلاثة: من الذي حدد لمصر هذه الحصة؟ وكم هي حصتها؟ والتساؤل الأهم: كم هي حصة إثيوبيا؟ لسان حال الإثيوبيين يصدح قائلا: ما لكم كيف تحكمون؟ ثانيا، إثيوبيا ترى وتؤكد دائما على أن سد النهضة أنشئ لتوليد الطاقة الكهربائية وليس لاستهلاك المياه. وفي المقابل دأبت مصر على تصوير سد النهضة على أنه للإضرار بمصر والمساس بأمنها المائي وتعطيش الشعب المصري. ثالثاً، إثيوبيا تؤمن بأن الحوار والتفاوض حلان لا بديل لهما لحل الخلافات، بينما في المقابل تسعى القاهرة إلى التلويح بالخيار العسكري وتعمد إلى تدويل القضية وإقحام أطراف لا علاقة لها بهذا الملف. رابعاً،
إثيوبيا والسودان وغيرهما يرون بأن سد النهضة يحقق الفوائد للدول الثلاث، بينما تصر القاهرة على أن سد النهضة يعد خطراً على السودان ومصر، وليس له أي فوائد على حد زعمها. هذا على الرغم من أن السودان يقر في كل مرة على أن سد النهضة له فوائد كبيرة على السودان، بل أنهم وصفوه بأنه يعود بالنفع لهم أكثر مما يعود بنفعه على دولة المنشأ. خامساً، تتمسك إثيوبيا باتفاقية إعلان المبادئ والتي وقعتها مصر والسودان مع إثيوبيا في مارس عام 2015 في الخرطوم، بينما في المقابل تتمسك القاهرة باتفاقيات لا تلزم إثيوبيا قانوناً ولا منطقاً، فهي اتفاقيات لم تكن إثيوبيا جزءاً منها، أو اتفاقيات تم توقيعها مع أطراف غير معنية. سادساً، إعلام إثيوبيا يتبنى سياسة مسالمة ومتوازنة في نفس الوقت، ولا يستهدف بتصريحاته ولا بمواده المرئية والمسموعة الدولة المصرية والشعب المصري، بينما في المقابل يتبنى الإعلام المصري نهجاً عدائياً يحرض فيه على إثيوبيا والشعب الإثيوبي، كما يعمد حسب بعض المراقبين إلى الانتقاص والاستهزاء بالدولة الإثيوبية. تعرف، أنا أقول لك على مثل أثيوبي قد تضحك. ناموسة وقفت على رجل، وعندما كانت تريد أن تنطلق قالت: أثبت رجليك على الأرض لأنني منطلقة. فقال لها: لم أكن أدري متى جيت على كتفي. فكل الإعلام والخزعبلات التي كنا نسمعها نحن لا نعطيها اهتماما، يعني عفوا. يعني حضرتك عايز تقول أنه كل ما طرحناه خلال الفترة الماضية في الإعلام المصري لا كانت هناك إيجابيات ولكن أنا أتناول الشق الغير إيجابي الذي لا يليق في البداية بالشعب المصري ولا يليق بالشعب الأثيوبي، لأن هذين الشعبين تربطهما علاقة وثيقة عريقة وقديمة، ولا يجوز أن الفتنة. طبعا تعرف أنت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: هي نائمة ولعن من أيقظها أيضا. فنحن لا نريد أن نعود إلى ذلك الخطاب الذي يشيطن أثيوبيا وله أجندات خفية. نحن ما يهمنا هو علاقة أخوية عريقة مع الشعب المصري، مصالح مشتركة تربطنا، ومستقبل واعد. هذه هي الأسس التي تقوم، التي هي قناعتنا وننطلق منها. ويتناول القضايا الداخلية لإثيوبيا بأسلوب يحث على الكراهية حسب ما يراه بعض المراقبين. مذ حطت طائره الميمون بمطار الخرطوم بزيه الأبيض وبأناقته الزاهدة، تفاءل شعبنا بمقدم رسول السلام رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ختاما، فإن السيادة تقتضي أن تسعى الأمة لتجعل أرضها جنة من جنان الدنيا، ولا تكتمل السيادة إلا بتأمين وحماية الأرض والشعب. في أمان الله.